ادخل ايه يا هذا ما يوني دخلوا فيه والحمد لله رب العالمين. هذا ما مجلس هذا مجلس وزراء. هنا الشايب سليم بداخل خيمة المجلس، مقاس 5x5 والارتفاع 2 متر، تكفي للجلوس 20 شخص وللنوم 8 أشخاص. هذه الخيمة تغنيك عن المظلة وتحميك من أشعة الشمس. للمزيد من المعلومات تواصل معنا. شوف مو رأيك في الخيمة الشايب سليم؟ نعم أن الخيمة شواب وصناع بصناع في حياته. وبكل سهولة تنطوي هذه الخيمة بهذه الطريقة. سفاري مجان.